خدمات طبية حديثة تقدمها الوحدة الطبية التابعة لإدارة التدريب والدورات بقوة الأمن الداخلي الأخوية. ولعل وحدة العلاج بالأكسجين هي أبرز الخدمات الطبية التي تقدمها القوة لتفتح باب الأمل للمشاركة في علاج الكثير من الأمراض بالمجان، سواء كان لمنسوبي الأخوية أم جميع الحالات الأخرى. غرفة العلاج بالأكسجين في الأخوية تعتبر من أكبر وأحدث الغرف بين مثيلتها في الشرق الأوسط، وتم إنشاؤها لتستخدم في علاج أفراد الغطس بفريق البحث والإنقاذ لتعويضهم بالأكسجين اللازم بعد التدريبات والمهمات. والغرفة لها مهمتان أساسيتان، الأولى علاج أمراض وحوادث الغطس، والثانية المساعدة في علاج بعض الأمراض مثل تسمم غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن عوادم السيارات وغاز البيوت. وهناك بعض الحالات لا يصلح معها استخدام العلاج داخل الغرفة، منها حالات مرضى هبوط القلب والأمراض الصدرية المزمنة والحساسية المفرطة للأكسجين. وقد استقبلت الغرفة حالات من وحدة علاج السكري بمؤسسة حمد الطبية، وحالات إعادة تأهيل المرضى في مستشفى الرميلة، وغيرها من الحالات من المراكز الطبية المتخصصة في المجالات المختلفة. الموعد يتجدد مع مهرجان صيف قطر في نسخته الثالثة. وقبيل انطلاق فعاليات المهرجان، حظي الإعلاميون بفرصة القيام بجولة تعريفية في المدينة الترفيهية بغية التعرف على مختلف أقسامها ونشاطاتها وبرامجها المتميزة التي ستقام في مركز المعارض والمؤتمرات. السنة هذه حرصنا على تواجد الألعاب التفاعلية، الألعاب الإلكترونية، في أشياء كثيرة جديدة، يعني أشياء تعود الشخص أنه هو يلعبها في الموبايل أبليكيشن صارت على أرض الواقع ممكن يمارس هذه اللعبة، مثل تقريباً الأنجري بيربز أو الكاندي كراش. بالإضافة إلى ذلك في ألعاب تفاعلية كثيرة أو ألعاب ابتكرناها للمدينة الترفيهية، في منطقة كاملة مخصصة لهذه الألعاب، وفي ألعاب بسيطة مائية، يعني ألعاب كثيرة مختلفة عن النسخة السابقة. وأبقينا طبعاً على الألعاب الميكانيكية الكبيرة اللي يستمتعون فيها جميع أفراد العائلة. في النسخة الماضية استقطبنا 200,000 زائر للمدينة الترفيهية على طوال شهر أغسطس. هذه النسخة نتمنى أن العدد يزيد، أو توقعاتنا أن العدد يكون أكثر إن شاء الله. في هذه النسخة يعني صار في ضعف للمساحة الموجودة عشان إحنا نمليها بألعاب وألعاب تفاعلية وميكانيكية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك المنطقة المخصصة للمطاعم، إحنا حاولنا نسوي مهرجان أغذية مصغر في منطقة في المدينة الترفيهية. مهرجان صيف قطر يعد واحداً من أهم الفعاليات التي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتنمية المنتج السياحي وتنويعه، كما أنه يسهم في تقديم دولتنا كوجهة مميزة لقضاء عطلات الصيف، بخاصة كوجهة لأفراد العائلة كافة. في إطار الأنشطة الصيفية لمركز شباب الذخيرة، احتضن المركز ورشة تدريبية للتعريف بالقيادة الآمنة للدراجات النارية، وذلك بالتعاون مع مركز قطر للدراجات النارية بطابط. وتهدف الفعالية إلى توعية وتثقيف الشباب حول الدراجات النارية وأنواعها وطرق التعامل الآمن معها، حفاظاً عليهم من الممارسات المتهورة أثناء القيادة. هاي فعالية هي عبارة عن تعاون بين مركز شباب الخيرة ومركز بطابط لتوعية الشباب وتوعية الراغبين في ممارسة هواية الدراجات النارية إلى سبل الأمن، سبل السلامة، طريقة الركوب الدراجة، بعض الأمور الفنية في الدراجة اللي يجب معرفتها قبل شراء الدراجة، مثلا في حين ركوب الدراجة. فهذا التعاون بين المركزين نتمنى إن شاء الله يعني يبوء بالنجاح.
الفعالية تضمنت تعريفاً بمركز بطابط التابع لوزارة الثقافة والرياضة وأهدافه وأبرز الأنشطة التي ينفذها على مستوى الدولة. هدف توعوي بالأول والأخير أن ننشر ثقافة الدراجات في البلد ونوعيهم شلون يعني احنا نقدر نسوق الدراجة ونتفادى الأخطار منها. في وايد إقبال صراحة من الشباب الحمد لله يعني، وفي ناس وايد تقبلوا مركز بطابط يعني وفعالياتنا. يعني عندنا المركز تقريبا وصلنا 520 عضوية ورايحين إن شاء الله للأكثر، والله نتمنى يعني إن المركز ينتشر وما يكون في يعني طيش وتهور. وهاي بالأول والأخير يعني كل اللي قاعدين يسوقون في الشارع عيالنا وأهلنا. وقد تضمنت الفعالية عرضاً مفصلاً حول الدراجات النارية وتاريخها ومراحل التطوير التي مرت عليها وأبرز أنواعها، إلى جانب المخاطر التي يسببها التهور في قيادة هذه الدراجات وسبل تجنب هذه المخاطر. كثير عندنا هنا في قطار يحبون ركوب الدراجة النارية، وطبعاً لتوضيح الشيء هو أهم شيء طبعاً يجي في المقدمة اللي هي السلامة، سلامة سواء راكب الدراجة أو سلامة الناس المحيطة بالدراجة يعني في الشارع ولا سواء على الرصيف ولا أي مكان. وطبعا من أهدافها هي طبعا لم الشمل، لم أصحاب الدراجات، ومن المساهمة في الأفعال الخيرية طبعا عن طريق الدراجة النارية وتحسين صورتها للمجتمع. يذكر أن مركز قطر للدراجات النارية بطابط يهدف من خلال العديد من الأنشطة التي ينفذها بالتعاون مع مختلف الجهات إلى تكوين صورة إيجابية لقيادة الدراجات في الدولة ونشر الثقافة المرورية السليمة بين الشباب وتنمية مهاراتهم. قوة الكلمة. تحت هذا العنوان قدمت الدكتورة هيا المعضادي ندوتها في إطار حملة وجدان أصيل التي تدعمها وزارة الثقافة والرياضة. طبعاً حملة وجداني أصيل هي حملة شبابية، إحنا نقدم لهم الدعم للبنات من الوزارة، سواء كان للأماكن مثل ما شايفين الاستضافة في من مركز فتيات الدوحة، وأيضاً إحنا نقدم لهم أيضاً كرعية الليوان، نحاول إحنا نتشارك معهم في نقول تغيير الثقافة. كثير من الشباب عندنا يمكن ما زالوا يعانون من بعض القناعات السلبية، فلذلك نوضح لهم ما هي قيمة الكلمة. كثيراً ما نتداول بعض الكلمات ولا نقدرها، وبعض الكلمات ممكن تؤثر تأثير سلبي على المتلقي وقد تؤثر عليه إيجاباً أيضاً. فقوة الكلمة في تغيير حياة الآخرين، في تغيير في أما رفع يعني طموحهم ورفع معنوياتهم، أو إنها في إحباطهم ممكن تسبب فشل لهم في حياتهم كلها. يذكر أن حملة وجدان أصيل كانت قد انطلقت مع بداية شهر يوليو وهي مستمرة لما تلاقيه من تفاعل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.